بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيتر بيور الذي يأتيكم كل أربعاء في الساعة 8:30 مساء. بيتر بيور ده برنامج الأسرة المصرية واللي بيهتم بالبروتين الحيواني، صحة وسلامة البروتين الحيواني والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكمان بيقدم فرص عمل لمحاربة البطالة عن طريق تقديم دراسات جدوى لمشاريع إنتاجية. النهاردة في ضيافتي في الحلقة 3 من بيتر بيور أو الحلقة 23 من بيور فيت على أساس إن ده امتداد لده، أستاذ دكتور هيثم همام. أستاذ دكتور هيثم همام ولد في قرية كفر أبشيش مركز أويسنا محافظة المنوفية سنة 1977، وتخرج من كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات سنة 2003، وتعين في المصل واللقاح في العباسية، وخد الماجستير وكان مشرفه الأستاذ دكتور حاتم صلاح الدين، طبعا معروف اسم معروف في عالم الدواجن في جامعة دمنهور، وخد الدكتوراه من جامعة مدينة السادات وكان مشرفه الأستاذ دكتور هشام سلطان. وبعد كده الدكتور هيثم همام انتقل للتدريس في كلية الطب البيطري جامعة أسوان، وهو الآن أستاذ مساعد أمراض الدواجن. برحب بيك يا دكتور هيثم، وأقول لك نورتنا في بيطري بيور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتور هيثم. طبعا أنت عارف إن إحنا بنقدم مشاريع إنتاجية علشان حل مشكلة البطالة وكده، والسفر اللي اتقفل والكورونا والناس اللي خايفة تخرج، فبنقول ان ممكن ان الناس اللي مش لاقيه شغل دلوقتي لو عنده اي مكان فاضي، اوضه او شقه او كده، يقدر يربي فيها وينتج بروتين حيواني صحي سليم، بس نديله الاليات اللي هي يقدر ينفذ بيها المشروع ده. تمام. فايه رايك في حاجه دوره راس المال بتاعها سريع مثلا زي دجاج التسمين؟ جميل. تدينا فكره عنه كده وازاي الاليات بتاعته يعني. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، مشروع دجاج التسمين يعتبر من المشاريع اللي هي بتتميز بان اداره راس المال بتاعتها سريعه جدا، يعني في خلال 33 يوم 34 يوم اقصى حاجه 35 يوم بتكون انت بعت وسددت فلوسك. وصناعه الدواجن يعتبر من الصناعات القائمه الصناعات الواعده، بالرغم من المشاكل والتحديات اللي هي دايما بتقابل المربي، ودايما ان هو فيه تحديات مستمره من خلال الامراض اللي هي بتقابله او من خلال المشاكل اللي هي بتقابله في السوق، ورغم كده بنقول ان هي صناعه الدواجن يعتبر من انجح الشغلانات او من انجح الصناعات المستمره والباقيه في مصر ان شاء الله، لان زي ما بنقول ان هي اولا دوره راس المال بتاعتها سريعه جدا، ما بتحتاجش مجهود كتير، حتى لو زي ما حضرتك قلت كده لو هو عنده مساحه فوق في البيت، عنده اوضه او اوضتين، من خلالهم ممكن يقدر يبدا مشروعه برأس مال صغير جدا ودورة رأس المال سريعة. طب خلينا نقول عدد الفراخ بالنسبة للمتر المربع مساحة. هي بتتراوح من 8 ل 10 فراخ بالمتر المربع، يعني لو عندنا صيف وشتاء بقى ولا ايه؟ ايوه، لو المكان مفتوح بنقول ان احنا كل ما قللنا كثافة الايه التربية بالنسبة للمتر المربع، كل ما حصلنا على نتائج أحسن، معدل أوزان أحسن، ومعدل تحويل أعلى، وبالتالي يبقى ربحية مؤكدة بالنسبة لإيه للمربي إن شاء الله. فاحنا ما بنزودش عدد الفراخ في المتر المربع عن 10 فراخ في المتر المربع. في الصيف بنقول إن هي 8 كفاية قوي، في الشتاء ممكن توصل لحد 10 فراخ في المتر المربع. تمام يا دكتور، يا ريت المخرج ينزل لنا فيديو فراخ التسمين بعد اذن المخرج. طيب لحد ما المخرج ينزل فيديو فراخ التسمين، دكتور هيثم في حاجه اسمها مرض التهاب السره. تمام. يعرفوا ازاي المربي المبتدئ وكده لو هو شاري الكتاكيت جديده وكده؟ جميل. هو عند استلام الكتاكيت بنقول للمربي اللي هو حتى مبتدئ حسس مكان السره، فبتلاقي لو هي السره مفتوحه يبقى كده معناها ان في الكتكوت ده في مشاكل في السره بتاعته، ما حصلش التئام كامل للسره، وبالتالي فهو بيبقى اكثر عرضه للامراض التهاب السره اللي هي المسببه بتاعتها مرض السالمونيلا اللي بينتقل راسي من الامهات للكتاكيت، وكذلك مرض الايه الاوكولاي. فلو لقينا اللي هي السره مفتوحه لا ما تستلمش الكتاكيت دي لو فيها اي مشاكل. لو لقيت ان حيويه الكتكوت مش كويسه، الكتكوت مش فايق، اقل من وزنه، في مشاكل، في بلل في الريش بتاعه، بنقول لك لا ما تستلمش دفع الكتاكيت اللي فيها اي مشاكل، يعني ما كانش كتكوت صحي وباين عليه علامات الصحه ان هو الكتكوت فايق، واول ما تنزله على الارض بيتحرك وما فيهوش مشاكل. طب هيعالجها بايه بقى التهاب السره؟
بيستخدم طبعا قرص من المضادات الحيويه لمده 3 ايام، بتبقى سبيسيفيك او خاصه لعلاج اللي هي الايه الايكولاي والسلمونيلا. عائله المضاد الحيوي ده ايه؟ من عائله الفلوران فينيكول، بتبقى من احسن المضادات الحيويه اللي بتعالج التهاب السره، وكذلك برضو عائله اللي هي التايلوزين والكوليستين، برضو من الحاجات المضادات الحيويه اللي هي تعتبر من الحاجات المؤثره على التهاب السره. يعني في علاج موضعي؟ لا، مفيش علاج موضعي، ده احنا بن ايه العلاج كله بيبقى بيرقص بالفم، بيتاخد في الفم لمده 3 ايام عند الاستقبال او من بعد الاستقبال، لمده 3 ايام اللي احنا بنسميها بلغه الايه الناس المربين اللي هي فتره التحضين، ان انا بحضن او بستقبل الكلاجيت بتاعتي على مضادات حيويه دي عشان تقاوم الامراض اللي هي ممكن تتنقل من الامهات للكلاجيت، وعلى راسها اللي هي الايه السلمونيلا والايكولاي اللي هي المسببه لالتهاب السر. انا مش عارف هو المخرج حضرتك نزلت الفيديو فراخ التسمين؟ انا مش شايف الشاشة، انا علق عليها ازاي يعني؟ طيب يا دكتور، طب ماشي دكتور، بالنسبة للوقاية، برنامج الوقائي والتحصينات لفراخ التسمين. تمام، هو طبعا احنا دايما بنقول في دايما المثل بيقول الوقاية خير من العلاج، واحنا عندنا في صناعة الدواجن الوقاية خير بكثير من العلاج، يعني ما كان احنا بنقول في كالمصطلح العام او القاعدة العامة بتقول الوقاية خير من العلاج، ان انا ما استناش المرض يهاجمني وابدا اعالج او احتاس، لا ده احنا عندنا في صناعة الدواجن او في الدواجن بنقول الوقاية دايما خير من العلاج، وفي التسمين بالذات الوقاية خير بكثير من العلاج، يعني انا دايما بأمن نفسي وبحصن القطيع بتاعي واجنب القطيع بتاعي لان هو يتعرض للايه للمشاكل اللي هي ممكن تكون مسببة للايه للاصابات، يعني اعالج او احاول ان انا دايما اطبق معدلات الامان الحيوي. وابسط حاجه لمعدلات الامان الحيوي، مش كلمه معدلات الامان الحيوي كلمه كبيره قوي، وابسط حاجه ان احنا بنقول بالنسبه حتى لو هو مربي صغير ما تخليش حد من الايه حد تاني يكون بربي فراخ ويخش على الفراخ بتاعتك، ما تتنقلش لمكان يكون فيه فراخ في اعمار كبيره ويخش على اعمار صغيره. دكتور بعد اذنك، ودلوقتي لو المربي قدامه حريه الاختيار يختار كتكوت نوعه ايه؟ هو طبعا الايه الكتكوت هو احنا بتختلف نوعيه الكتاكيت على حسب فتره التربيه بتاعته، لو احنا بنقول احنا بنخاطب المربي اللي هو الصغير اللي هو يعتبر التربيه المنزليه اللي هي بتشكل قطاع كبير دلوقتي في صناعه الدواجن، ما لا يقل عن 20 ل 30% من حجم الصناعه دلوقتي تعتبر تربيه منزليه، فلو هو بيختار كتكوت بنقول لا احنا انت تعتبر تربيه مفتوحه او بنسميها ماشي. اللي هو النظام المفتوح. ماشي دكتور هيثم، انت شايف دلوقتي النظام المفتوح في التربيه وشايف ده فراخ ساس، وهي لو حضرتك عاوز تعلق عليها دي عمر حوالي 40 يوم دي. تمام. هي متربيه طبعا في الايه المفتوح في العنابر المفتوحه، عنبر عادي جدا مفتوح، فبنقول ان هو الفراخ الساس دي بتبقى مناسبه جدا للاماكن الحاره، الاماكن اللي هي فيها درجات الحراره العاليه، لان هو بيتميز الفراخ الساس ان هي بتتحمل درجات الحراره العاليه. طب لو هو عايز يشتغل كتاكيت بيضه بنقول ان هو سلاله الرص بتبقى من السلالات المقاومه لدرجات الحراره وبتتحمل درجات الحراره العاليه. طب والكب يا دكتور؟ الكب بنفضل ان هو يستخدم في فتره الشتاء لان هو اقل مقاومه لدرجات الحراره العالية. فهو بيبقى انجح في فترات الشتاء الكب وسلاله الكب والهبر. معانا مداخله. السلام عليكم. صباح الخير وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. استاذ مين؟ احمد الملاح. ايوه دكتور، اهلا وسهلا. اتفضل، عاوز تسال الدكتور هيثم همام في حاجه؟ اتفضل. ايوه دكتور، اهلا وسهلا استاذ احمد، اتفضل يا باشا. من عندي 15 استاذ احمد الملاح. استاذ احمد الملاح وطي التلفزيون وكلمنا بالتليفون. ماشي حاضر حاضر. اتفضل يا استاذ. انا والله عندي من 28 الفرخ بيضعف خالص وما بيديش وزن. ما بيديش ايه حضرتك؟ ما بيديش الوزن؟ الوزن ما بيديش وزن والفرخ بيتغير خالص. تمام، طب بيحصل نفوق يا استاذ احمد عند عمر 28 يوم؟ بيحصل نافق؟ بيحصل موت؟ بيحصل وفيات؟ أيوة. في الفراخ النافق بيزيد قوي. بمعدل قد ايه؟ يعني بمعدل قد ايه؟ انت حضرتك بتربي كام الف تقريبا او العنبر؟ يعني انا بربي 3000. تمام، 3000. مساحه مساحه العنبر قد ايه الاول اللي انت بتسكن فيها ال 3000؟ مساحه العنبر حوالي 42 متر 45 متر كده. 42 متر مربع؟ ايوه 42 متر. وده عنبر 42 ده نص. 42 يا دكتور؟ معلش 400. ايوه كده، اصل هو 42 طيب. 420 متر.
ايوه تمام. اصل هو قد يكون سبب من الاسباب اللي هي هروب الاوزان في الاعمار الكبيره اللي هي الزحمه، تكون انت حضرتك مدخل عدد اكبر من الاستيعاب. هو واضح ان المساحه معقوله، بس يا دكتور هو اللي هو عمل صفه تشريحيه للفراخ اللي ماتت. انا تمام. ودى معمل كده يعني. ايوه يا استاذ احمد. يا استاذ احمد انت في حد، في طبيب بيطري عمل لحضرتك صفه تشريحيه للفراخ اللي ماتت؟ ايوه والله كنت باخدهم على طول، بيقول لي يا كوليستريديا و والامبسلندي و... طب الكوليستريديا استخدمت علاج ليها؟ ايوه خدت. والفرخ بيخف خالص. انا متهيألي انا في تصوري ان في الحالات دي الفرخ المريض ممكن ما يشربش، فتخلي بالك لازم تسقيه من الميه اللي بيها الدواء. هو فعلا انا بزومه على طول علشان يشرب وبياكل ماشي، بس بيجي اوقات افضل اقومه افضل ماشي فيها على طول وما بيتحركش، يعني يقوم مسافه معدي بس ويقوم راجد تاني. راجد تاني يبقى مش هيوصل للميه اللي عليها الدواء، يبقى كانه ما خدش دواء. في الحالات دي بقى متهيألي والدكتور هيثم يصحح لي ان لازم نديله حقن. طب المشاكل دي بتتكرر مع حضرتك يا استاذ احمد في كذا دوره؟ ايوه والله اتكررت مع حضرتك في كذا دوره. يعني باستمرار. يعني اربع دورات ولا ثلاثه كمان. مع تغيير نوع الكتكوت ونوع العلف اللي انت بتستخدمه؟ يعني انا بستخدم الوطنيه على طول يعني. تمام. هو حضرتك يعني هو الكوليستريديا بنقول عليها دايما ان هي بكتيريا انتهازيه، لان هي موجوده طبيعي في امعاء الفراخ، فهي دي بتبقى نورمال انهبيتنت او ساكنه طبيعي في امعاء الفراخ. دي بكتيريا انتهازيه يعني ايه؟ مجرد ما بيحصل اي ضغط او اي خلل. يا دكتور هيثم هو عاوز يعرف يعمل ايه؟ تمام. ما هو عشان يشوف اساله هو بمنطقه ايه وكده، ويرشده يعمل ايه ويروح لمين؟ طب هو قريب يعني. انت حضرتك العنبر بتاعك فين حته يا استاذ احمد؟ في كفر الشيخ. تمام. وممكن ياخد رقم دكتور هيثم من الكنترول وبعد الحلقه نتصل بيك، او سيب رقمك في كنترول. الف شكر يا استاذ احمد، الف شكر. بنكمل يا دكتور هيثم وبنقول بس عشان ما نتوهش الناس، احنا مش عاوزين بقى، عاوزين ايه خطوات واحد اتنين تلاته. يعني في اليوم الاولاني انا جبت الكتاكيت اهو استلمتها النهارده ماشي، واخترت الرز اللي هو مقاومته عاليه زي ما حضرتك قلت. هعملهم ايه اول يوم بالترتيب كده؟ طبعا اول حاجه ان انا ممكن ساوة الاستقبال بتاعتي ان انا استقبله على محلول معالجه الجفاف. وكان في مقوله ان هو دايما يقول لك ان انت ايه جوع الفراخ اول 12 ساعه عشان خاطر امصاص كيس المح. لا، المقوله دي مع الوقت ومع الابحاث ومع الدراسات اثبتت خطا. لا، استقبل الكتاكيت بتاعتك على العلف عادي، حط العلف مع اول ايه مع الاستقبال. ثانيا، استقبل الكراكيت بتاعتك على مضاد حيوي سنسيتيف، ويا ريت او يفضل ان انت تبقى عامل اختبار حساسيه عشان تنتقي نوع المضاد الحيوي اللي انت هتستقبل عليه كراكيت. طب لو مفيش امكانيه نقول بس معلش، بس على اساس لو هو مربي صغير وكده، فلو في حاجه شائعه وكده وثبت ان هي ناجحه في الاول ما تقول له عليها وخلاص. خلاص، هو ممكن يحضن لمده 3 ايام على 12 ساعه تايلوزين، ده ماده فعاله مع كوليستين برضه، ده مضاد حيوي 12 ساعه، ثم ال 12 ساعه التانيين اللي هم الفلورام فينيكول كماده فعاله مجرعه سنتي على اللتر، ده 12 ساعه وده 12 ساعه لمده 3 ايام. من اليوم الرابع بتحط مجموعه فيتامينات ومجموعه املاح عشان الفتره دي بيبقى ايه نمو العظم. يبقى احنا كده خلصنا الاسبوع الاولاني. طب معانا اتصال. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. لو سمحت، انا ربة منزل، فانا ببقى ربة بيتي مثلا لبيتي مثلا ولا حاجه. ما بزيدش مثلا عن 30 فرخ او 35 في الحدود دي. تمام. طيب لو سمحت، يعني انا ببقى يعني اوقات الفراخ ما بتظبطش معايا خالص، ما بتجيبش وزن. يعني انا الدوره اللي انا جايبه فيها ديت مات مني فراخ كتير وما كبروش. بتحصني يعني نيوكاسل واي بي وجمبورو ولا ما بتحصنيش؟ لا والله، انا جبت بس اللي هو الاستقبال بتاع الاول ده وحطهم في مكانه، وبحط لهم مثلا ايه خل في الميه، عسل اسمر، حاجات من دي، بس ما حطيتش اي دواء خالص. لا، ما الوصفات دي بقى مش هينفع يعني، بقى الامراض والامراض كتيره، فلازم طالما في تحصين الامراض الفيروسيه ما بتتعالجش. نحصن يا جماعه، وهتلاقي طبعا الدكتور اللي جاب لك الكتاكيت دي وكده عنده تحصين، وهيقول لك يوم كذا تيجي تاخد التحصين، يوم 7 ويوم 17 وكده. فده بالنسبه للنيوكاسل والاي بي. بقى في اوقات ثانيه دكتور هيثم يقول لنا عليها والجمبور، فلازم نحصل عشان فلوسنا. تمام. يعني نحيي مال بمال، والتحصين مش غالي بالنسبه لثمن العلف ولا ثمن الكتاكيت. مثلا دكتور هيثم بقى بالنسبه لبرنامج التحصين، خليكي معانا هتسمعي برنامج التحصين
الوقايه عشان ما تعرضيش للهزات دي. شكرا. طيب انا بحط معاهم بتاع الفراخ اللي هي الفيومي ديت عادي يا دكتور ولا؟ عادي لحد اول 15 يوم مفيش مشكله، وبعد كده تبداي تفصليهم، لان الكراكيت البيضاء هتكبر مش هتدي فرصه لكراكيت الفيوم ان هي تكبر معاها. يعني لحد 15 يوم مفيش مشكله خالص ان هم يتربوا مع بعض، وبعد كده بعد 15 يوم تعزلي ان شاء الله. ماشي يا دكتور، شكرا. جزاك الله شكرا التغيير. طبعا زي يا دكتور بقى بالتحصين بقى في يوم السابع ايه بقى بعد ما خلصنا الاسبوع الاولاني؟ هي برنامج التحصين، وطبعا ما فيش برنامج تحصين ثابت عشان نكون متفقين، برنامج التحصين ما فيش حاجه ثابته كبرنامج تحصين نقول عليه، انما احنا هي بتبقى حاجه توصيات. لان برنامج التحصين احنا بنفصله بالمعنى كده البسيط، بنفصله على حسب الوبائيه بتاعه المرض. انه مرض منتشر في المنطقه، وبالتالي بنكثف التحصين ضده. يعني انا لو في منطقه مثلا زي المنطقه بتاعتنا اللي هي منطقه المنوفيه، بنقول ان المشاكل معظمها مشاكل تنفسيه فيروسيه اللي هي الاي بي ونيوكاسل، يبقى انا لازم احصن على الاقل مرتين اي بي ومرتين نيوكاسل حي، ودي واحده وميت. طيب لو في مناطق تانية الجمبور هو اللي عامل مشكله، يبقى انا ببدا اكثف برنامج التحصين بتاعي ضد مرض الجمبور. ولكن كقاعده عامه الوبائيه في مصر دلوقتي بنقول ان هي الامراض المنتشره عندنا او الامراض اللي هي تشكل خطوره على صناعه الدواجن، اولا نيوكاسل، مرض نيوكاسل، ثم مرض الايه الاي بي ايهما يتفاوت، ثم الايه الجمبورو، واخيرا الانفلونزا. دول معانا اتصال. استاذ محمد عدلي. محمد عدلي المسيري لو سمحت. اهلا استاذ مسيري. اهلا بك. مرحبا يا مرحبا. تحياتي للدكتور هيثم. اهلا وسهلا. وللساده المستمعين اهلا بك مرحبا. اهلا وسهلا. بعد اذن حضرتك لو سمحت. اتفضل. احنا بنتكلم في الدواجن. تمام. ليه ما نتكلمش عن الامهات وامراض الامهات؟ وليه ما يكونش فيه رقابه من وزاره الزراعه على الامهات بكل امراضها، اذا كان اي بي او نيوكاسل او جمبوره او مايكوبلازما او كل الامراض دي؟ احنا بيجي لنا من الامهات كتكوت مريض، والمشكله الكبيره لو جالنا الكتكوت من كم محطه عشان الهاتش يكمل، هنعالج ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ليه بعد اذنك لو سمحت هندخل في مجال تاني؟ ليه البورصه ما تكونش تحت اشراف وزاره الزراعه بدل الشمصره بيتخبطوا بالناس ويقول لك البورصه كذا والتنفيذ كذا؟ الامهات بعد اذنك لو سمحت، انا كنت مربي من سنه 83، جالي لومان الماني من المانيا كان بدل نافق 2%، اقسم بالله ما راح مني ال 2%، درجه الحراره في يوم عندي نزلت 11 درجه في العمر 5 يوم، الكتكوت عندي ما جالوش اي اصابات لان الامهات سليمه. مشكلتنا الوقت في الكتكوت هي الامهات، مين اللي بيراقب الامهات اذا كانت مريضه ولا 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 ولا؟ والمربي اللي بياخد قرض او بيبيع الذهب بتاع مراته عشان يعيش باقل التكاليف هو اللي بيكون الضحيه. لو سمحت مراجعه الامهات بكل امراضها بعد اذنك لو سمحت، رقابه وزاره الزراعه تكون مهمه مهمه مهمه. استاذ مهندس زراعي محمد علي المسيري. استاذ محمد المسيري، احنا دلوقتي في اول حلقة من حلقات الاهتمام بدجاج التسمين، فاحنا بدأنا بالكتاكيت، انما عندنا سلسلة حلقات جاية بعد كده هنهتم بالبياض وبالامهات ونحيط المشاكل كلها. بس انت كراجل خبرة كده بقالك 37 سنة بتربي، فاحنا بنستفيد من خبرتك، وان شاء الله الهيئة العامة للخدمات البيطرية هتعمل فوكس بمساعدة البرنامج على الايه، على مشاكل الامهات وازاي المربي الصغير والكبير يكسبوا وتحمي الصناعه دي. ده املنا وده هدفنا وده اللي احنا مصرين عليه ان احنا نحققه ان شاء الله. تابعنا كل يوم 4 الساعة 8:30 مع برنامج بيتر بيور، وهتجد كل ما يسرك وطلباتك اوامر استاذ محمد عدلي المسيري. شكرا يا فندم. وطبعا الاستاذ محمد مشكورا يعني بالاتصال، شكرا استاذ محمد على اتصالك. هو تعقيب بسيط بس على الكلام اللي هو قاله، مش كل الامراض اللي بتقابلنا في صناعه الدواجن سببها الامهات، هو في امراض فعلا بتتنقل من الامهات وبنسميها الانتقال الراسي او الفيرتيكال ترانسميشن، على راسهم اللي هو المايكوبلازما اللي هو مرض اللي هو بيعمل السي ار دي اللي هو لتجبناته بيعمل مشاكل تنفسيه، سواء كان في العمر الصغير او في العمر الكبير، الايكولاي والسالمونيلا، ودي بتعمل لي نفوق في الايه في الاعمار الصغيره، وكذلك برضو في الاعمار الكبيره، بعض المشاكل اللي هي ممكن تؤدي الى عدم النمو وعدم التجانس زي مرض الريو ومرض اللي هي تشيكن انيميا او مرض انيميا الطيور. دي المشاكل اللي هي بتنتقل من الامهات للايه للكتاكيت الصغيره وبتعمل مشاكل. انما المشاكل الفيروسيه اللي هي المعاصره لينا دلوقتي واللي هي تعتبر السبب الرئيسي في خساره عدد كبير من المربين، هي مشاكل ليست راسيه انما هي افقيه، اللي هي مشكله الاي بي ومشكله النيوكاسل. خلينا نشوف اتصال تاني ونجمل الحلول للمشاهدين. استاذ عبد الرحمن اهلا بيك. اهلا
اهلا وسهلا، اتفضل سؤالك. اتفضل. بالنسبه للدكتور، للدجاج عندي بيأشرهم وتعبانين. عمره قد ايه؟ عمره قد ايه؟ العمر تقريبا 20 يوم بالظبط، 20 يوم 19. طب الاعراض اللي انت شفتها؟ الاسهال جامد وكشين كده. لون الاسهال؟ لونه احمر محمر كده. كوكسيدي يا دكتور؟ تمام. هو طبعا يعني من خلال الصفه او من خلال الاعراض اللي حضرتك قلتها، انا اتوقع ان هي كوكسيديا، لان ما فيش، ما نقولش ان انا اجزم ان هي كوكسيديا الا من خلال لما اشوف واشرح ونشوف الايه الهيستوري بتاع الايه بتاعه المرض وبدايته والنفوق اللي هي عاملاها. بس انا اتوقع من خلال الكلام اللي حضرتك قلته ان دي ايه مشكله كوكسيديا، وممكن يكون مصاحب معاها كوليستريديا. فانت ممكن تستخدم حاجه من المضادات الكوكسيديا القوية اللي هي بتأثر على الكوكسيديا زي الأمبرول بجرعة جرام على اللتر، وممكن لو فيها معاها مشكلة كوليستريديا تحط حاجة زي الأموكسيسيلين أو الأمبسيلين. شكرا سيد عبد الرحمن. شكرا. كمل يا دكتور بقى بعد التحصين النيوكاسل والاي بي، في عمره قد ايه؟ احنا بنقول طبعا زي ما كنا بنقول ان هو ما فيش برنامج تحصين مفصل، ولكن احنا طورنا. خلينا ناخد المعظم يا دكتور عشان ما نتوهش الناس. بالظبط. طورنا برامج تحصين، يعني كان زمان كنا بنقول بنحصن هيتشنر اي بي على عمر 7 ايام وبعد كده الجمبور على 14 يوم. لا، انا بقول دلوقتي ان احنا ممكن نبدر بتحصينه الهيتشنر اي بي، احنا ممكن حتى نستخدمها عمر يوم في المعمل، يا اما رش يا اما تقطير، او لو هو المربي هيبقى صغير لا بنقول له على عمر 3 ايام حصن الهيتشنر زائد اي بي، وتعالى على العشر ايام ادي حقنه، ادي واحده لاسوتا او كلون ضد مرض نيوكاسل واحقن معاها حقنه ميت. على 14 يوم ادي واحده للجمبورو لو انت ما عندكش مشاكل جمبورو وما فيش مشاكل جمبورو عاملاك مستفحله، وعلى 18 يوم ادي واحده كمان للنيوكاسل اللي هي قد تكون لاسوتا او كلون. وبفضل في التحصينات بالذات كمان اختيار العتره اللي هي مواجبه للعترات الحقليه او اللي هي عامله مشاكل، يعني ما نجيبش تحصين بعيد عن العترات اللي هي مسببه للاصابه عشان يبقى فيه حمايه اكثر، لان كل ما كان فيه توافق وكل ما كان فيه تماثل في ما بين العتره الحقليه والعتره اللي هي مسببه او العتره الحقليه المسببه للاصابه وعتره التحصين، كل ما كان فيه نجاح لعمليه التحصين. طب يا دكتور، يعني انا مثلا ايه، انا ملاحظ كده الناس بيشتكوا من مشاكل في الانتاج وكده وفي الامراض، ويقول لك حطيت حاجات، حطيت خل وحطيت ليمون وحطيت مش عارف ايه. انا وانا بجهز الحلقه شفت على النت حاجات كتيره قوي، واللي بيقولها مربيين. تمام. والمربي بيقول خبرته، يمكن يكون قد صدفت ان ما عندوش امراض ولا بالضبط. المنطقه بتاعته نظيفه. فكده والناس بتمشي وراهم. تمام. يعني احنا ما ينفعش ناخد ثقافتنا الغذائيه من الطهاة. تمام. لا، ناخدها من دكاتره البيطريين المختصين بالبروتين الحيواني، صحه سلامه البروتين الحيواني، وايضا ناخد ثقافتنا العلاجيه من الدكاتره، مش من اللي مارسوا المهنه وصدفت معاهم مره ومره تصيب ومره تخيب ونعرض اموال الناس للخساره. تمام. فده احنا صفحه البرنامج هننشطها، واي اسئله هنستقبلها على على صفحه البرنامج. دكتور هيثم، في اليوم ال20 بقى هنعمل ايه وكده؟ في اليوم ال18 احنا بندي جرعه او بندي تحصينه ضد نيوكاسل ثانيه، اللي هي بندي كولون او اي عتره من العترات اللي هي النيوكاسل. ده للنيوكاسل المعوي. يعني احنا لو جينا نقسم بس الامراض عشان الدنيا الناس ما تتوهش معايا، اول مرض بعمل له تحصين اللي هو مرض نيوكاسل، بدي مره على عمر 3 ايام اللي هو لقاح الهيتشنر، وبفضل ان انا دي تقطير او رش، دي اول حاجه. ثم على عمر 10 ايام بدي واحده ثانيه لاسوتا او كولون، وعلى عمر 18 يوم بدي واحده ثانيه لاسوتا او كولون، وبحقن نيوكاسل ميت على عمر من 8 ل 10 ايام. ده بالنسبه لمرض نيوكاسل. دكتور هيثم، طبعا الحديث معاك شيق، وامراض الدوجن ومشاكلها مش هتنتهي، ولازم لنا لقاءات ولقاءات. بشكر ضيفي الاستاذ دكتور هيثم همام ابراهيم احمد موسى، استاذ مساعد امراض الدواجن كليه الطب البيطري جامعه اسوان، على تشريفه ليا وعلى المعلومات القيمه. وان شاء الله نوعده ان طبعا نيجي حلقات، لان طبعا شايفين المكالمات كتيره ومش ملاحقين عليها، فنخصص حلقات كتيره قوي علشان ننقذ اموال الناس. اعزائي المشاهدين، في نهايه الحلقه بفكركم انه بصحه الحيوان مشاكل صحتنا محلوله، بطر عالية فوق ومهنتي الأولى. وهذا حاتم بهجات يحييكم من هواء الصحة والجمال، أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى أن نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.